نذهب إلى لندن، ينضم إلي من هناك مارك أوسولد، وهو كبير الاقتصاديين والاستراتيجي العالمي لدى ADMS Investor Services. أهلا وسهلا فيك معنا على البرنامج مارك. السؤال طبعا هو عن هذه اللهجة القوية التي يستخدمها الفيدرالي، ويبدو وكأنه تماما متأكد من خطواته الجديدة وأن عليه أن يكون أقوى من قوي. حتى الآن كنا رأيناه في السابق ولديه كثير من التردد، ما الذي الآن يشدد من لهجته؟ هذا اعتراف من الفيدرالي أنه قد تأخر كثيرا في التحرك لمواجهة التضخم كما نعلم جميعا. فإذا نظرت إلى مؤشر أسعار المستهلكين ومقاييس التضخم تجدين أنهم كانوا يجب أن يتحركوا منذ فترة طويلة، وحاليا هم يحاولون اللحاق بالركب، وهم لم يرفعوا الفائدة بخمسين نقطة أساس في مارس. هذا الأمر كان مرتبطا بحالة عدم يقين نتيجة الحرب الأوكرانية، لكن الشيء الأهم هو أن هناك تسريع للعملية، وأيضا هناك موضوع تقليص الميزانية، وهذه إشارة إضافية إلى التشدد الكبير الذي تبنوه في الآونة الأخيرة. وهذا التأخر هو ما دفع الكثير للتحمس حول للحماس حول الاتجاه للأسهم، وبقينا نتحدث لفترة طويلة أيضا عن أنه ليس هناك أي خيارات أخرى غير الأسهم، لكن الآن يبدو بأن العوائد الحقيقية والتي هي العوائد المعدلة بالنسبة للتضخم تعود إلى مستويات لم تعد ضمن النطاق السلبي العميق كما كنا نراها. فهل هذا يعني بأن هناك فعلا تحول واضح باتجاه القبول للمخاطر في الأسواق وفي الاتجاه بالتوجه إلى سوق الأسهم؟ هل بدأ يظهر خيارات أخرى؟ نعم بالتأكيد هذا الأمر يحصل، وخاصة بسبب السندات قصيرة الأجل في منطقة السنتين إلى الخمس سنوات. العائد بات مقبولا هو في المنطقة السالبة كعائد حقيقي، لذلك هناك بعض الحماس لشراء الأسهم عند انخفاضها، لكن الأسهم هي في الطليعة مقارنة بأسواق السندات، وهذا الأمر كان جزئيا لأن الناس كانوا متفائلين بأنه عندما تظهر نتائج الربع الأول للشركات سنحصل على نتائج أفضل من المتوقع. أنا لست واثقا من أن هذا الأمر سيحصل، والكثير من الإشارات التي سنحصل عليها من الشركات خلال موسم الأرباح لن تكون إيجابية. حتى الآن بالنسبة للتوقعات المستقبلية من الشركات نفسها، كانت هناك شركات أمريكية تحدثت بشكل سلبي، وكان هناك ثلاثة شركات سلبية في المستقبل مقارنة بكل شركة، وبالتالي هذا الأمر يجب أن يأخذه بالحسبان من يراهنون على نتائج أفضل من المتوقع. شيء آخر خرج من هذا المحضر للفيدرالي هو تعبير استخدم أكثر من مرة منذ هذا إصدار هذا المحضر وحتى الآن، وهو مستوى الحيادية للريتس أو النيوترال، إذا بدك نيوترال ريت، ويضع الفيدرالي هذا المستوى لسعر الفائدة الحيادي عند حوالي 2.4%. هل بالفعل ما ممكن أن يحصل عند 2.4% هو السؤال؟ حاليا هم يعتقدون أن المعدل الحيادي أعلى من المعدل المعتمد على المدى الطويل. هذا يشير إلى المستوى الذي يريدون الوصول إليه تقريبا بحلول نهاية العام. ثانيا يجب أن ننتبه إلى ما يقولونه بخصوص ظروف التمويل. هم يدركون تماما أنه في وقت من الأوقات وعندما يبدأون بالتشديد وخاصة بخمسين نقطة أساس عوضا عن 25 نقطة أساس في كل مرة، هذا يعني أننا قد نجد زعزعة في أسواق المال.
لذلك هم يريدون الوصول إلى هذا الرقم المستهدف لأنهم يؤمنون أن هناك الكثير من السيولة في الأسواق المالية، ومع ذلك سيكونون حساسين لكيفية تفاعل الأسواق مع دورة التشديد عندما تحصل. ماذا ترجح إذن بهذا الوقت؟ أين ترجح الاستثمار الأسلم بالنظر لكل هذه المعطيات؟ حاليا الناس سيكونون حكيمين إذا اتخذوا موقفا دفاعيا في الوقت الحاضر. هناك الكثير من الاسترخاء السائد. أنا أتفهم هذا الوضع، فالفيدرالي لم يبدأ بسحب أي سيولة من السوق، ولكن بعد أن تتراجع السيولة في السوق فإن الأسواق التي تعتمد على التدفق وليس على الكلام سوف تبدأ بالتفاعل مع هذا الوضع. وفي السلع هناك إمكانيات كثيرة بسبب المشاكل الموجودة في سلاسل الإمدادات، لكن في القطاعات الأخرى وتحديدا في حالة الشركات سأكون قلقا، وخاصة بخصوص موضوع الائتمان والأسهم. أنا سأبتعد وسأكون في موقف دفاعي في الوضع الحالي فيما يتعلق بالأسهم والائتمان. مارك أوتسولت، شكرا جزيلا لحضورك معنا اليوم.